مرحبا، اليوم رح فرجيكم بروبس بينعاد من اهم البروبس للاكسسوارز وللجولري يلي بيستعملوا للبرودكت فوتوغرافي. اول بروبس رح فرجيكم اياه هو المرر. المرر تعتبر من البروبس اللي كتير مهمين، وخاصة للاشخاص يلي بيصوروا اكسسوارز او جولريز، لانه قدر المرر تفرجينا ديتيلز ممكن الكاميرا او اللينس ما تقدر تفرجينا اياها، مثل البراند نيم، ممكن ديتيلز موجودة بالنكلس بالإيرينج ما تقدر تفرجينا إياهن الكاميرا. So reflection قادرة تفرجينا إياها من خلال المرر. بس بليز انتبهوا، بس تشتروا المرر ما تشتروها أزاز، دايما اشتروها بلاستيك كرمال السيفتي تبعكن. البروبس التاني رح خبركن عنه اليوم هو البلكسي السوداء. كمان البلكسي بتستعمل للأكسسوريز والجولري لأنه الإفيه تبعها كتير حلو، فبليز استعملوها بالصور تبعكم. المرر والبلكسي تقدروا تلقون على امازون، وبليز اذا اخذتوا الصور واستعملتوا البروبس يلي حكيتكن عنهم ما تنسوا تعملوا لي تاغ. ان شاء الله تكونوا حبيتوا البروبس يلي حكيتكن عنهم اليوم. بليز ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب. ثانك يو.